في الثلاث مرات اللي طرح فيهم بعد الثوره كان مجال النقابه، انما الاماكن يمكن تكون اتغيرت في هذه المره. القرض ده طرح اول مره بعد الثوره مباشره باداره المؤسسات التمويل الدوليه على اساس صندوق البنك ومجموعه الثمانيه، منها تطرح حزمه مساعدات لدعم الثوره المصريه. وقتها قيل لينا، كان وقتها وزير الماليه هو الدكتور سمير رضوان، انه خطاب شبيه بكل المرات اللي احنا سمعنا فيها عن الموضوع، ان احنا امام كارثه. يمكن وقتها رئيس الوزراء احمد شفيق هو اللي استخدم الخطاب ده اكتر من الدكتور سمير، هو انه في كارثه مخطوفه وان احنا على قدام البلد تفلس بعد شهرين ثلاثه ومش هتبقى قادره على توفير احتياجات الامن الى اخره، ولازم ناخد القرض فورا. وطبعا ده كان مصحوب، ودي حاجه مهمه جدا، كان مصحوب بانه لازم الاضرابات والاعتصامات والناس اللي في التحرير دي تبطل بقى تعمل اللي هي بتعمله عشان عجله. تم طرح نفس الفكره لما جت حكومه شرف الثانيه في النص الثاني من سنه 2011 مع وزير ماليه الدكتور حازم جمال، ومخلوطه بنفس المنطق تقريبا. عندنا كارثه، فجوه تمويليه، عندنا مشكله كبيره، الحل الوحيد القرض. ووقتها برضو التفاوض وقف، جزء من الموضوع كان بسبب المعارضه لاتجاه الاقتراض من الخارج من عدد من الاحزاب والقوى السياسيه الى اخره. وبعدين طرح في مارس الماضي مع حكومه الجنزوري، وساعتها بقى احنا لقينا حزب الحريه والعداله اللي كان عنده اكثريه البرلمان المصري هو اللي بيعترض على الاشتراك، وعنده ثلاث اسباب لهذا الاعتراض اعتقد انها اسباب وجيهه ما زالت حتى الان. السبب الاول هو انه لم يتم التعامل مع البدائل المحليه للتمويل. والبدائل المحلية حضراتكم لو تحبوا تطلعوا عليها بالتفصيل موجودة في مذكرة للحملة الشعبية لإسقاط ديون، وموجودة في بيان اللي طلعه حزب مصر القوية، وموجود في برامج عدد غير قليل من الحركات السياسية والمرشحين الرئاسي، فما فيهاش يعني اختراع ولا شيء. وحتى الحرية والعدالة في مارس طرحوا بشكل واضح عدد من الإجراءات لم يتم تنفيذ اي منها في اي حكومه من الحكومات السابقه، وغير مطروح بعضها على اجنده حكومه الحريه والعداله الان، منها تعديل هيكل الضرائب، ضريبه تصاعديه، ضريبه على الارباح الراسماليه، تفعيل الضريبه العقاريه الى اخره، عشان توفر موارد للدوله. اعاده هيكله الدعم بمعنى محدد هو الدعم الذي يذهب للاغنياء، انه يعاد توجيهه للفقراء او يلغي ويوجه لتعليم او صحه او بنود الانفاق الاجتماعي الى اخره. ضم الصناديق الخاصه للموازنه بكل ما في ذلك من عمليه يعني وشروط وقيود، ومنها حاجه زي اسقاط الديون الرديئه اللي الحكومه البرلمان التونسي امبارح ولا اول امبارح خد خطوه ويناقش في هذه اللحظات اتخاذ اجراء بتشكيل لجنه لمراجعه الديون اللي على تونس وفرز الديون الرديئه اللي خدها نظام بن علي واستخدمها بدون تفويض من الناس، واستخدمها في قمع الناس او في سرقت في فساد او في مشروعات لا تخدم اغلبيه المواطنين. الاجراءات دي واجراءات اخرى مش عايز اخش في التفاصيل، تبنى بعض منها الحريه والعداله وموجوده في برامج العديد من الاحزاب الى اخره، المرتبطه بالشرط الثاني اللي هو زي ما كنا بنقول كده التوانسه يطرحوا انه في ديون كريهه، والديون دي اتاخدت لانها من ناس لا يمثلوا الناس ولا مصالحها. الشرط الثاني اللي حطوه الحريه والعداله شبيه بده، انه عشان اقترض الاقتراض ليس امرا فنيا، ده حاجه هيدفع ثمنها المواطنين العاديين. لاحق زي ما احنا دلوقتي بيقولوا لنا في عجز موازنه، المواطنين العاديين لم يكن لهم قرار في الاقتراض اللي حصل وراكم هذا الدين العام الكبير والعجز في الموازنه اللي موجود والمشاكل اللي موجوده، لكن هو اللي هيدفع ثمنها دلوقتي. وبالتالي عشان يتاخد قرار زي ده، اولا لازم تبقى بشكل واضح لكل الناس، مش بس الاحزاب ولا المتخصصين ولا بتاع، لكل الناس، لان كل الناس اصحاب شأن في هذا الموضوع. ليه انا مضطر اخد القرض ده؟ وهينفق في ايه؟ وهل
ده انسب طريقه ولا لا، ويبقى ده قرار ياخده اما ممثلين منتخبين للناس عبر مجلس الشعب، او حتى في استفتاء عام، او حتى عبر نقاش عام مفتوح يشارك فيه كل الاطراف، الاحزاب والحركات والمجتمع المدني والنقابات والى اخره. وده كان من شروط حزب الحريه والعداله ان حكومه الجنزوري محتفظه بالتفاصيل، بتتفاوض لوحدها وما بتقولش ايه البرنامج اللي تتفاوض عليه ولا الشروط اللي تتفاوض عليها، لا للبرلمان ولا لحد. وهذا الشرط ما زال لم يستوفى هو الاخر بعد. الشرط الثالث هو انه لو انا بقى فرضت ان انا عديت الشرطين الاولانيين دول وقلت انه ما فيش حل غير ان انا اخد من هذه المؤسسه الدوليه هذه الاموال، يبقى ده داخل ضمن برنامج واضح اقتصادي، ده جزء منه وواضح فيه ازاي هرد هذه الاموال وازاي دي تستخدم بافضل طريقه لخدمه شروط النهوض الاقتصادي اللي هو مش نهوض على الطريقه القديمه، نهوض يخدم مصالح الناس، يخدم العداله الاجتماعيه، يساعد الفقراء بتوع هذا البلد اللي دفعوا ثمن طويلا على ان هم يبقوا شركاء في البلد، مش مجرد ناس بتتحرك يمين وشمال حسب مصالح الاقليه اللي بتحكم، اللي ما زالت في رايي بتحكم البلد لغايه دلوقتي. التلات شروط دول غير موجودين. حكومه مش مقدمه برنامج، ممتاز سعيد وزير الماليه بيقول انه هيمشي هيتفاوض على برنامج حكومه الجنزوري، حزب الحريه اللي هو برنامج يعني سقيم يعني حقيقه وضعيف، وحتى الصندوق ما كان شايف ان هو 11 صفحه كلام عام يعني وانشا. وحزب الحريه والعداله نفسه بيقول اللي هو الحزب الحاكم بيقول ان هو هيطرح برنامج تاني وانه ما فيش مجال للنقاش على برنامج حكومه الجنزوري. انا مش عايز اخش في التفاصيل بتاعه الحجج المختلفه اللي بتستخدم للترويج كذبا وزورا لفكره الاقتراب. ويعني انا كاتب في الموضوع ده لاي حد فيكم حابب يطلع عليه في مقاله الاسبوع اللي فات وموجوده ومتاحه. انما النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها على وجه التحديد هي انه موضوع القرض ده ملوش يعني مش مجرد قرض بكام مليون ولا كام مليار دولار هيخشوا ويتسددوا زي اي قرض. قرض من صندوق النقد الدولي له وضعيه خاصه، ده مش قرض من بنك عادي، ده مؤسسه لها دور معين في الاقتصاد العالمي ولها رساله محدده. اي حد من حضراتكم هيخش على الموقع اللي هو حتى باللغه العربيه صندوق النقد ويشوف الاهداف بتاعته يقدر يعرف انه عنده رسالة محددة فيما يتعلق بعدد من القضايا. تحرير الأسواق اللي احنا اتلسعنا من نارها في ارتفاع أسعار، في احتكارات، في فساد، حتى هذه اللحظة. في الأجندة دي الخصخصة اللي احنا مئات الآلاف من العمال دفعوا ثمنها وحولت كم هائل من الثروة اللي كانت هي ثروة المجتمع لإيدين أقلية ما زالت بتحكم البلد فيما يتعلق بالحوت حتى هذه اللحظة. ما يسمونه تحرير تدفقات رأس المال. ودي واحدة من الكوارث اللي تم على أساسها إنه ما يبقاش فيه قيود على أي واحد عايز يحول فلوسه بره أو يدخل فلوسه من بره لهنا. وطبعاً إحنا شفنا قد إيه المليارات اللي اتهربت من مصر بعد الثورة وقبل الثورة من المرتشين والفاسدين ورجال الاعمال المرتبطين بنظام مبارك، واللي ما زالت العمليات دي مستمره حتى هذه اللحظه، مليارات الدولارات. ولسه في فضيحه من يومين ثلاثه في بريطانيا انه حتى بريطانيا نتيجه ان الحكومه بتاعتنا حكومه او الحكومات المتواليه اللي كانت قبل كده حكومات المجلس العسكري حكومات متواطئه، وبالتالي ما اتخذتش اي اجراءات حتى انها تضغط على الحكومه البريطانيه انها تجمد اموال من اعلن عن تجميد اموالهم بحقيقي. البي بي سي كشفت، مش صحافه مصريه ولا جهه مصريه ولا اي حد، هيئه الاذاعه البريطانيه اللي كشفت ان الحكومه البريطانيه ما بتنفذش قرارات تجميد، وان مرات المغربي بتاسس شركه، وان شركه جمال مبارك اللي كانت موجوده فضلت موجوده وبتشتغل وبتحول فلوس وبتتحرك ولها انشطتها الاقتصاديه لغايه ما هي بنفسها حلت نفسها في يناير 2012. فاللي خايف على موارد البلد من العمله الصعبه يعني يروح يتصرف فيما يتعلق بالاموال اللي اتنهبت دي وفيما يتعلق بالنزيف المستمر من الفلوس اللي بتتهرب من البلد، وما يجيش يكلمنا عن
ان انت عن ضرورات ملاحظه عجز الوزن. وراء السياسات الصندوق سياسه، وراء سياسات الصندوق اللي تبدو فنيه واقتصاديه، اقتصاد وامر يتعلق بالخبراء، سياسه واضحه. الصندوق عايز يضمن، ومبادرته دي عايز يضمن انه هذه السياسات مستمره اللي هو كانت موجوده قبل كده بشكل جديد، بغطاء جديد، مع بعض التصليحات هنا وهناك، لكن اساسها يفضل موجود. وده يبدو انه مش بس امر متعلق بمصر، ده لو بصينا الصندوق بيعمل ايه في الكام شهر الاخير في المنطقه. الصندوق وقع قرض مع اتفاقيه قرض شبيه مع الاردن، ونتائجها كانت واضحه تماما، لانه تم رفع اسعار الوقود 10%، وانتفاضه يعني من المظاهرات والاحتجاجات اليومين اللي فاتوا اضطر ملك الاردن انه يلغي قرار رفع الاسعار اللي هو جزء من الاتفاق مع صندوق النقد. الصندوق راح للمغرب واداها قرض فوق الستة مليار دولار، قرض بيسموه تسهيل ووقائي. المغرب ما عندهاش ازمه، بس احتمال يبقى عندها ازمه، وبالتالي اداها هذا الكم من المال استباقا لذلك، وفي مفاوضات وضغط على تونس كمان. وبالتالي الصندوق ما بيتحركش تحرك ليه علاقه بمصر بس، دي رؤيه لكل المنطقه اللي فيها هذه التحركات، فيها الثورات اللي حصلت في المنطقه، انه انت محتاج انك تحجم التطور اللي هيحصل هناك، لانه سيضرب مثلا لاخرين. صديقنا ليه صديق ايطالي ويعني متابع ويساري الى درجه ما، وكان بيبعت رساله انا شايف انها لها مغزى، كان بيقول انه العين على اللي بيحصل في مصر فيما يتعلق بالصندوق، لانه لو مصر ما وقعتش مع الصندوق وخدت مسار مختلف اقرب للعداله الاجتماعيه والتقليص عدم المساواه ما بين الناس، وانه يبقى اراده البشر المواطنين المنتجين هم هي اللي بتسيطر على اتخاذ القرار، ده معناه انه احنا كمان ينفع نعمل كده في اوروبا. واوروبا عندها اسئله شبيهه بالاسئله بتاعتنا، لان الصندوق حاطط مناخيره فيما يتعلق بالازمه الاقتصاديه في اليونان وفي ايرلندا وفي اسبانيا، وبيديهم نفس الوصفه اللي عندنا. خلص عجز الموازنه، بطل تصرف على الصحه والتعليم، قلل الاجور، وادعم الشركات. نفس الوصفه اللي عندنا، وبالتالي احنا مش بس موضوع القرض ده مش قرض قرشين وهيعدوا، دي مسألة لا علاقة بحزمة سياسات متكاملة. واحنا بقالنا 3-4 ايام بنسمع اخبار شديدة الخطورة وشديدة الدلالة، خطيرة الدلالة، تتعلق بالمفاوضات التي تجري جنب او بالتوازي مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد بين الحكومة المصرية والحكومة الامريكية. ودي نقطة تانية، انه ما يفعله الصندوق ليس منعزلا، وحتى الولايات المتحده الامريكيه والدول المانحه بتقول اتفقوا الاول مع الصندوق بحيث نضمن انه السياسات القديمه دي هتفضل شغاله، وبعدين احنا نيجي نكلمكم بقى نشوف هنساعدكم ازاي. وبمجرد ما بدا للحكومه الامريكيه انه الرئاسه المصريه المنتخبه وحكومتها على استعداد لتقبل الجو ده، تم الاعلان عن انه في تصور عن اسقاط مليار دولار. احنا مش متاكدين هو اسقاط ولا مبادله ديون، وفي فرق جبار ما بين الاثنين. مبادله الديون معناه ان هو الفلوس اللي انت مدين بيها الولايات المتحده اللي هي فوق ال 3 مليار دولار دلوقتي، ورافضين هم مبادلتها يعني او اسقاطها او اي حاجه، يعني كان في دعوه انه بدل المعونه ده يتشال من المعونه، من شروط المعونه لا تستخدم في المبادله مع الديون، بحيث ان الدين ده يفضل موجود. مبادله الدين معناها ان هو يختار مشروعات يا اما الفلوس يتحط فيها هو اللي يختار، او ياخد فيها حصص من مشروعات موجوده فعلا الحكومه الامريكيه، ودي حاجه خطيره للغايه ومحتاجه ينظر اليها. ده حاجه. الحاجه الثانيه انه الاسبوع الجاي سيزور مصر وفد في رؤساء 50 من الشركات الامريكيه الكبرى، وعلى راسهم شركه اباتشي اللي هي كنا نسمع عنها دايما، ودي شركه بترول كنا نسمع عنها دايما لما رئيسها يقابل مبارك مقابله غريبه، لما رئيس مصر يقعد يقابل رئيس شركه امريكيه ما نبقاش عارفين بالظبط هما بيتباحثوا في ايه. رئيس هذا الوفد وهو رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي هو رئيس هذه الشركه وسيزور مصر. واحد من وفقا لنيويورك تايمز في الافتتاحيه بتاعتها امبارح بتقول ان الوفد ده عنده 3 شروط
هيطرحهم او ثلاث نقاط سيطلبها من الحكومه الامريكيه تتعلق بتعديلات في الضرائب والجمارك وقوانين العمل. احنا لسه ما نعرفش هي ايه بالظبط، بس احنا محتاجين بقى ان احنا نضغط على الحكومه وعلى الرئيس المنتخب باصواتنا انه يقول لنا بالظبط هو بيتكلم على الامريكان في ايه، وانه نضمن انه مفيش اتفاق يبقى يجي على حساب اغلبيه المصريين لاي سبب من الاسباب. وهذا التوجه لدى قطاع جوه الاداره الامريكيه انه في ضروره للتعاون مع حكومه مرسي، لدرجه انه في دعوه لتحويل جزء من المعونه العسكريه، لانه دلوقتي يبدو انه خلاص المجلس العسكري والقوات المسلحه ما بقتش لها نفس القوه في اتخاذ القرار كما سبق، وبالتالي المعونه العسكريه ودورها في دعم تحالف وضمان تنفيذ سياسات لم يعد قائمه، وبالتالي في دعوه جوه الاداره الامريكيه لتحويل جزء من المعونه العسكريه الى المعونه الاقتصاديه، علشان دي تبقى بتروح لدعم مشروعات الى اخره، يبقى تضمن تنفيذ وتطبيق سياسات مش بس محليه لها علاقه بالاقتصاد، لكن على راسها، وده مساله موثقه في جميع الاوراق الحكوميه المتعلقه بالكونجرس والسياسه الامريكيه الى اخره، لها علاقه بالترتيبات على الحدود مع غزه والترتيبات فيما يتعلق بالعلاقه بحماس الى اخره. يعني كمان الترتيبات الاقليميه. نحن بحاجه ان احنا نضمن نضغط على ممثلينا المنتخبين ونضمن انه هذا البرنامج لا يتم تنفيذه. يبدو ان هناك جناح داخل السلطه التي تحكم مصر في هذه اللحظه يبحث عن مصالحه مع طرفين، المجلس الاعلى لحكام القوط، مجموعه المحتكرين والمسيطرين على ارزاقنا اللي ما زالوا مستمرين في حكم البلد من ناحيه، ومن ناحيه اخرى الحليف القديم بتاعهم في الخارج اللي هو الولايات المتحده الامريكيه. واي تحالف للمصالح من هذا النوع لا يمكن تصنيفه على من منطقه المناوره ولا من منطقه الملاعبه، ده لن يتم الا على مصالح الناس واغلبيه الفقراء في البلد. انا متفق مع الزميل انه في فرق في تعليقه على كلام الاستاذ خالد، انه في فرق ما بين الحزب الوطني وما بين الاخوان المسلمين في الحكم لاسباب كتير. اولا اسباب خلفيات، ده تنظيم جماهيري وده مش تنظيم جماهيري. السياق بتاع حكم الاخوان المسلمين مختلف جذريا عن السياق اللي كان بيحكم فيه قبل كده، ده في اعقاب ثوره، ورئيس منتخب الناس غالبا هتحاسبه حساب عسير ولن تتركه، و يعني فرص الانفراد بالسلطه اقل بمراحل من الحاجه الاهم من ده كله، انه تنظيم عنده بسبب طبيعته حضرتك شرحتها تفصيليا، يعني عنده تنطط داخلي فيما يتعلق بالتوجهات بتاعته، لانه في لحظه ما بيتكلم عن العداله الاجتماعيه وفي لحظه اخرى بيتكلم عن سياسه عكس ده تماما. والوجود خارج السلطة سنوات طويلة كان يسمح بأنه بتعايش هذه التيارات، لما يبقى أنا في السلطة وبحكم، وعشان كده بنلاقي مثلا أنه في بعض الأحوال تلاقي رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة بيقول اللي بتعمله الحكومة ده مش مقبول، يعني لا يعني شكرا، الحكومة دي اللي معينها الرئيس المنتخب الممثل للحزب بتاعك، فده ما بقاش مقبول. لكن أنا مصدق أنه الاعتراض ده حقيقي ويمثل جزء من جماعة الإخوان المسلمين مش موافق على هذه التوجهات على الأرض، وده فرق كبير جدا ما بين إن أنت تواجه مجموعة يعني على حد تعبير الصديق إبراهيم الصحاري من 15 سنة عصابة متفقة مع بعض ومقفلة وموزعة الحصص ومش عارف إيه، وما بين تنظيم ليه طبيعة جماهيرية وفي تناقضات، ده فرق جوهري جبار. نقطة أخرى أحب برضو أتكلم عليها، أنت أشرت إليها، إنه صعود الاخوان المسلمين لانه ما فيش بديل او لان هم منظمين، طبعا دي يعني بالتاكيد لعبه ادوار، بس في عنصر تاني ليه علاقه بانه وضعيه وعي وتجربه الحركه الجماهيريه اللي لسه وليده بعد الثوره، ودي مساله مهمه، ودي ما تقدرش ابدا انها تقفز قفزات كده في الفراغ، لازم هتجرب وتناضل وتشوف وتختبر الطرق المختلفه قبل ما تبقى بتوصل لاستنتاجات ثوريه. الفتره بقى تطول او تقصر حسب المعارك شكلها ازاي وحسب
لو في تيارات بتطرح بدائل ومبلوره افكار وبتشتغل وسط الناس طبعا، بس في عنصر مهم مش بس ليه علاقه ان احنا لو مجموعه اشتراكيين نظموا نفسهم كويس هنبقى نقدر، لا، لان بالذات لما تبقى طارح على نفسك اجنده بتقول انه التغيير مش هيتم عن طريق مجموعه كده منفصل عن الناس. وعشان كده الكلام اللي بتقوله فاطمه ليه دلاله مهمه، ليه؟ لانه اهم خطر على سواء المجلس الاعلى لحكام القوت اللي هم المحتكرين والمسيطرين على ارزاق ومعايش الناس او اي حد بيحكم، هو اللي بيحصل على الارض من غير توجيه من حد، واحيانا حتى من غير رصد كافي. ومعلومات انه حتى الاتحاد النقابات حسب يعني كلام زملاء ما عندوش على وجه التحديد رصد للنقابات اللي بتتاسس على الارض في حتت كتير من غير ما يبقى حد عارف عنها حاجه. دي هي المشكله الكبيره، لانه هو ده نوع التنظيم اللي بيخلي الناس نفسها على الارض تبلور مصالحها، تاخد مواقف وتخوض معارك وتبني مواقفها ديمقراطيا وتدافع عنها بعد كده. وبلوره ده بقى بافكار، بنقل الخبرات، بانه الناس تخوض بتجربتها الحقيقيه على الارض، هو ده اللي غالبا يعني القوه الاساسيه اللي ممكن يستند اليها تغيير ثوري ويبقى صعب كسرها. طبعا انا يعني بدعو للكلام شبيه باللي قاله سمير احمد حوالين انه لابد انه اليسار يبقى بيفتح على الاقل حوار وبيبني عمل مشترك. انا مش من يعني مش المغرمين بفكره الوحده الثوريه النهائيه الكامله المطلقه، لانه ده عمليا مش هو عاده مش الطريق المظبوط. ده عمل مشترك على البرامج والافكار والتصورات المشتركه، هو ده اللي بيجيب نتائج جايه. الانتخابات البرلمانيه اللي جايه فرصه ممتازه انه يتعامل تحالف مش بس يضم اليسار، يضم اليسار المناضل كله، يضم معاه من هم على ارضيه شبيهه بالارضيه الاجتماعيه. ومعركة القرض ده نموذج، يعني مثلا أنا أحيي تماما الحملة اللي هتحصل بكرة. النهاردة حزب التحالف عامل حملة في محطات مترو الأنفاق. حركة مينا دانيال هي اللي عملت المبادرتين اللي فاتوا بتوع الوقفة يوم زيارة لاجار والمسيرة اللي بعد كده. إحنا بقى محتاجين، أنا بدعو الزملاء جميعا لاجتماع تنسيق بين كل الحركات المختلفة المهتمة بموضوع القرض، علشان على الاقل لما تحصل حاجه زي دعوه عايزين نعيش ينضم اليها جمهور وكوادر وناس من اللي موجودين في الحركات. احنا محتاجين نوحد وتبقى الحركه دي مش او الدعوه دي او المبادره دي مش بس بتاعه عايزين نعيش، او مش بس بتاعه احياء بالاسم فقط، او مش بس بتاعه حركه مينا دانيال، انها تبقى بتاعه حركه موحده لتوعيه الناس بموضوع القرض، لانه القضيه واحده. ومش بس بقى اليسار في الموضوع ده، يعني أنا يجيء في ذهني فورا إنه في حزبين إسلاميين تحت التأسيس فيهم عدد من الكوادر اللي عندهم اللي كان بعضهم موجود تحت ثورة مستمرة، عندهم موقف شبيه جدا من القرض وانضموا للمظاهرة بتاعة اللي حصلت مع اليسار، وهم مش يساريين، وبالتالي إحنا لا يجب أبدا إن إحنا نستبعد هذه القوة من معركة زي دي. حزب التيار المصري والشباب في حزب مصر قوي، ويجب ان احنا نبقى منفتحين حتى اذا قصدنا فعلا معركه من هذا النوع الناس دي واقفه على ارضيه شبيهه تماما للارضيه اللي احنا واقفين فيها في رفض القرض بوجهه نظر اجتماعيه ولا علاقه بالفقراء الى اخره. دي مساله مهمه جدا ان انت تكسب هؤلاء للمعركه دي وتوحد صفوف كل من يرغبون في النضال من اجلها. ده من ادوار الاساسيه لليسار الثوري. موضوع البدائل، انا قلت انه طبعا ما حبيتش يعني استطرد في موضوع البدائل لانه زي ما قلت مكتوب وموجود، وانا قلت بعض الامثله. انما طبعا الاوراق دي برضو متاحه في كل حد بيعمل فلاير ولا منشور ولا نقدر نستخدمه. والحملة اسقاط الديون عامله كذا ورقه في ايه مشكله الديون وايه الموقف منها وحجمها قد ايه، وبتبرز التناقض الفظيع ما بين انه لما يجي الامر انك تقول زي ما الزميل كان بيتكلم كده احنا محتاجين كم مليار علشان نرفع الانفاق على الصحه 15% من الموازنه اللي هي يعني الحد الادنى العالمي
يقول لك مفيش فلوس وما اقدرش اقترض اكتر من كده. انما لما يجي الامر لانه انت عايز تعمل اجنده احنا مش متاكدين بالظبط هي ايه لغايه دلوقتي، لان الحكومه نفسها مش ما بتعلنش، وده جزء من العمليه كلها بتاعت الاقتراض من صندوق النقد الدولي عموما. الحكومه ما بتعلنش اوجه الانفاق حتى الان. هل هتروح واخد الفلوس دي وحاططها عشان بس تقفل الماليات بتاعتك في الموازنه بحيث العجز يقل، الرقم المالي يقل؟ طب هتعمل ايه السنه الجايه؟ ما انت عندك نفس البنود الانفاق مطلوبه، لو عملت كده المره دي المره الجايه هتعمل ايه؟ هتضطرب تاني ولا هتعمل ايه؟ الحل ايه؟ وفي معلومه خطيره يتجاهلها هؤلاء، انه واعلنتها وزير التعاون الدولي في الحكومه الماضيه في اواخر عهد الجنزوري، انه من يناير 2011 لغايه اخر حكومه الجنزوري مصر اقترضت 5.8 مليار دولار في صوره قروض ومنح ومساعدات من الخارج، من البنك الاسلامي ومن البنك الاوروبي ومن البنك الدولي. طيب واحنا لم يكن لنا اي دور لا في تقرير ان ده حصل ولا لا، ولم تعرض هذه الاتفاقيات على البرلمان لما كان موجود البرلمان، ومش عارفين هي انفقت في ايه ولا هنردها ازاي، وما حلتش المشكله. يبقى اذا علينا ان احنا ندور على طريقه ثانيه مختلفه، اذا احنا اقترضنا قد الصندوق وما حصلش مشكله. وللعلم 4.5 مليار من دول خدوا من الجنزوري لوحده. النقطة انه موضوع البدائل ده مهم ليه؟ لانه على الارض لما، وانا في تقدير ان ده هدف ممكن، لما اذا حصل انه الحركة الجماهيرية استطاعت ايقاف قرض الصندوق زي ما عملت قبل كده، وزي ما في الاردن دلوقتي بيوقفوه بند بند، وهنا بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه واضح انه المساله مش في التنظير ولا في الموقف الفكري العام. مش واصله للراجل البسيط. هتوصل، ما هي دي المشكله، ان انت لازم دلوقتي تقول له القرض معناه ارتفاع في اسعار الكهرباء اللي هي عاليه اصلا. القرض معناه انه الجنيه ينزل، لو الجنيه نزل معناه ان كل الاسعار هتزيد تاني. هي دي المشكله، واللي حصل في الاردن انه بمجرد ما تم تطبيق الاجراءات دي الناس خرجت في الشارع فورا ووقفت. فبرضه لازم نبقى واثقين في قدرتنا على ايقاف القرض، ولما نوقف القرض بقى، وهنا دي اهميه اللي الزملاء كانوا بيتكلموا عليها، ان يبقى عندنا مسار تاني ندفع فيه. زي ما كده في القوانين قانون النقابات العماليه في مشروع واضح موجود يكفل حريه التعدديه النقابيه ويمثل مصالح الناس، يبقى موجود يدفع، مش هناخد ده، احنا عايزين ده. وبالتالي موضوع صياغه البدائل والحوار عن اللي هي فيه حقيقه يعني ارضيه جيده ليها لازم تتبلور اكتر ويتم الاتفاق عليها اكتر ويتم الدعوه ليها اكتر، زي ما عملوا في الزملاء في تونس لما اصروا واشتغلوا على مشروع لاسقاط الديون الكريهه، ودلوقتي بيحصدوا ثمار العمل الدؤوب اللي عملوه ده في انه بدا ينظر فعلا، ضغطوا على قوه واحزاب وبدا ينظر فعلا على الارض.